حتى باش نكونوا ماناش قاعدين ننظروا للتوانسه ونحبوا نعبيوا الوقت بالكلام. تونسي في حاجه الى الحلول، تونسي مجروح في بلاده. يكلموا فيه توانسه من كل مكان. بسم الله ما شاء الله، التونسي موجوع في بلاده، يحب بلاده، ولا نزايد على احد، خاصه تونسيون بالمهجر علاقتهم بتونس كيما اللي يغيب يبعد على امه حتى يكون عايق، يولي يطلب منهم في السماح والحنين، يفعل فعله الايجابي. برشا توانسي يحبوا البلاد هذيا، لكنهم ما همش فاهمين. انا نحب من خلال هذا المنبر ثم امراه نحب نخاطبها. نعم. المراه هذيا خلقها ربي في شمال افريقيا، في شمال القاره، واسمها افريقيه، هي اصلا حازت على اسم القاره برمتها. حلو. وضفائرها الذهبيه موجوده في الصحراء، وكي تحل الشباك تلقى روحها قدام قاره اسمها اوروبا، وكي تمد يديها تلقى الدقله وتلقى الزيت في الساحل، وتلقى شط بو جعفر، وتلقى قليبيا، وتلقى حمام الغزاز، تتلفت تلقى سبيطله باثارها بالعبادله السبعه، تلقى الجبال والثلوج والبحار، تلقى جيعانه هي وعندها فوسفات يسمد الاراضي نتاع العالم كله، مطمور روما باجه، تونس العزيزه الغاليه. نعم. تونس بقيروانها التي قال فيها عالم من العلماء، قال: الداخل اليها هو جاهل مهما بلغ علمه، والخارج منها عالم مهما بلغ جهله. هراهي بلاد كما هذه صحيحة الآن حزينة، ولا هلا المرأة هذه بقوامها العزيز الغالي، وهي واقفة وماخذة رأس إفريقيا بكلها، المرأة هذه أولادها قاعدين يلطموا فيها، وقاعدين يخبشوا لها في وجهها، وقاعدين يتخاصموا، وقاعدين يفجرون في الخصومة، وخصومتهم لا حلتها مشاكل الديمقراطية ولا الانتخابات، بالعكس قالوا نحبوا نعملوا انتخابات، وعملوا هيئة انتخابات، ويحبوا هالأولاد هذوما يوزعوا السلطة فيما بينهم باش يتحكموا في الدقلة وفي الخيرات اللي حكينا عليها. فإذا بهم فجأة وقت اللي ما الانتخابات تأتي بالأرقام الكبار، الصغار هم الذين والكسور والصفر فاصل يمشوا و يلطمون ويركلون ويعملوا الاغتيالات ويضربوا بالكرتوش الاولاني والثاني وبالعيد من اجل افساد الحياه. نعم. المراه هذيا عندها كل مقومات الحياه الجميله، وعندها كل مقومات الراحه، وتنجم تكون نواره في افريقيا ونواره على المتوسط، ولم تختر هي المكان الذي تولد فيه. حسين بن عمر لما يولد ربي كرمه تولد في تونس، ويلقى في رصيده عنده فوسفات وزيت ودقلة وتاريخ وغيره. لكن ماذا نحن نفعل الآن بهذه الأم العزيزة؟ هي الأم حتى إذا شحبت وكبرت وما عادش تنجم تعطي حتى شيء، هي أم. نعاملها بالإكرام والمحبة وما نلوحوهاش، حتى وإن جف ذرعها، فما بالك ذرعها لم يجف. وإنما العشر سنوات اللي عديناهم الكل عديناهم مش فشل، افشال. 10 سنوات عديناهم بالليل، راهم السياسيين يمشيوا، منهم وزير مانيش باش نذكره، والله يتنكر ياخذ تاكسي باش يمشي يتفاوض مع يوسف الشاهد حتى باش يكسب له الصب بحافظ، وهكذا دواليك والعكس بالعكس. 10 سنوات عديناها اتحاد يبات في سرير الاستبداد ويرضع من فراش ومن حضن الاستبداد، وفي النهار يعمل هكا ويقول عاش عاش الاتحاد، اكبر قوه في البلاد، والاتحاد اقوى ماكينه. هالماكينه هذيا شبهها اش عملت في مقاومه الفساد؟ بكينتي ماكينه قويه. هالماكينه القويه هذيا اش عملت في اصلاح مؤسساتنا التربويه؟ هالماكينه هذيا هي اكبر مفسد في مستشفياتنا، بافساد السكانرات، بالمزود والذكرى، ولا الراجل يعرس الولد في سبيطار في ساقز، العصابات نتاع الاتحاد. هالام العزيزه، نرجع للمراه الغاليه هذيا، اولادها شرفاء النقابيين في بالي مع شكون نحكي، متقلقش. نعم. هم متقلقش عليهم انت، هما خاطر هما عارفين شكون نحكي. هالمراه العزيزه الغاليه هذيا اذا اولادها يفيقوا ويرجعوا للجاده وينحوا الحقد، الحقد راهو نار الحقد، نار الحقد لا تخلي زواج، لا تخلي اسره،
لا تخلي مؤسسه، لا تخلي بنوك، لا تخلي كار تمشي بالحق تقف. كل عركه في اي مؤسسه في اي عائله نحن عركنا ما حب يشوفها. الام هذه راهي حزينه على اولادها كم فرطوا في شرفها وفي عرضها. الام هذه تدعو توانسه كيف تعملوا لعبه وتقول ديمقراطيه خذوا بنتائجها واعطيوا فرص وفكنا من النزاع. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن ما نعيشه الان والله 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 هو نتيجه الحقد والكره والنزاع والافشال مش الفشل. واذا كان ابن خلدون قدره ان يقول تونس اللي هي البلاد التي تكسر الجبابره، قيس سعيد نقول له راهي تونس ستكسر راس كل جبار، وراه يمكن ان تكذب على انسان يوم يومين شهر شهرين، اما ما تنجمش تكذب عليه الى الابد. ثم وافق ولا نافق ولا فارق ومشي، نحن نقول له ابن خلدون سامحنا، رانا لن نوافق ولن ننافق ولن نفارق بلادنا، وبحول الله تونس ملح الارض، تونس ملح الارض واحنا ملح الارض. نعم. تونس ببلادها، وان شاء الله هذه الرساله توصل كل انسان على الاقل ينجم في شهر رمضان هذية وشياطين مصفطة ان ثمش الرسالة هذية ما تلامس شغافة قلب توانسة، قادرين باش يكسروا الانقلاب وقادرين باش يوقفوا النزيف وقادرين حتى ان غضبنا من برلمان الفوضى الفوضى اللي هي مخدومة بالفلوس وبالامال الاماراتي، قادرين ان نذهب في طريق له طريق قيس سعيد وله طريق الفوضى الهدامة اللي كنا عليها. نعم.